الماهرة، الماهرة مش كده؟ انا ما فيش فقط عندما المشروع يجتاز الكفاءة، يعني اظهر اثر المشروع برضو على التنمية. ننتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة قياس الكفاءة النسبية. قياس الكفاءة النسبية بنقيسها من خلال العناصر النادرة. لنفترض ان العنصر النادر رأس المال. يعني ايش بنعمل؟ يعني لقياس الان لقياس كفاءة، يعني كفاءة استخدام رأس المال. بنشوف اثر المشروع على رأس المال. يعني حنقيم اجمالي القيمة الحالية، اجمالي القيمة الحالية لصافي القيمة، لصافي القيمة المضافة. اجمالي القيمة الحالية اللي حسبناها نحن. اللي استخدمناها. يعني حنقيمها في البسط. وفي المقام نجيب القيمة الحالية لرأس المال. رأس المال. طبعا رأس المال المستقبل في بداية الفترة بيكون مضروب في واحد. يعني على رأس المال، على اجمالي القيمة الحالية على القيمة الحالية لرأس المال، لرأس المال المستثمر. هذا شو رأس المال؟ هذا قانون قياس الكفاءة النسبية لرأس المال. يعني قياس الكفاءة النسبية لرأس المال باعتباره عنصر نادر. وإذا عملنا النقد الأجنبي بنعمله على إجمالي النقد الأجنبي. صحيح. لكن شوف الآن لما نقيس إجمالي القيمة الحالية، إحنا قد حسبناها كيف، وإجمالي القيمة الحالية لرأس المال المستثمر برضو نفس الشيء، أنا بجيبها بطحها في المقام ونقسم هذه على هذه ونشوف كم الناتج. نشوف كم الناتج، كلما ارتفع كلما دل، يعني لما قارنه مع مشروعات أخرى، يعني كلما ارتفع العائد، يعني على كل وحدة من وحدات رأس المال المستثمر كلما دل على الكفاءة النسبية للمشروع في التنمية في التنمية الاقتصادية. يعني هنا ما تقفلش واحد، لكن بالمقارنة الآن يعني هو بالتأكيد أساسا بأخذ القيمة الحالية لصالح القيمة المضافة وأقسمها على رأس المال المستقبل وأشوف إيش اللي بيتحقق، وبالمقارنة مع المشروعات الأخرى أقدر أقول بأنه يعني هذا المشروع إنه كفاءته أعلى في استخدام يعني العناصر النادرة من بقية اسمه من بقية المشروعات، لكن لو كان يحقق اسمه يحقق عائد أقل، يعني بيكون طبعا كفاءته تكون أقل بالنسبة بالمقارنة مع المشروعات الأخرى. الآن إيش اللي نغير؟ فقط لو أقيس اسمه النقد الأجنبي، لكن إجمالي القيمة الحالية لإيش؟ النقد الأجنبي لصافي النقد الأجنبي، صافي النقد الأجنبي. وإيش المقصود بصافي النقد الأجنبي؟ الفرق. المشروع مش بيكون له أثر في التدفقات النقدية فارقة، التدفقات النقدية ده الفرق بينهم اللي هو الصافي. يعني صافي النقد الأجنبي، صافي النقد الأجنبي. بس على رأس المال المستثمر؟ لو سالت بيكون يعني خلاص، يعني معناته إنه مؤشر. أيوه، إنه هذا من خسر المجتمع من ناحية هذا العنصر. يعني انه غير كفو، يعني لو كان بيحقق يعني تدفقات نقديه خارجه اكثر من التدفقات النقديه الداخله للمشروع، يشير الى سلبيه هذا المشروع من ناحيه اغلب المشاريع في هذا اليوم من ناحيه النقد الاجنبي. عشان كده بنقول بانه انا بقسم اجمالي القيمه الحاليه لصافي القيمه المضافه على اجمالي، يعني على اجمالي القيمه الحاليه لصافي النقد، يعني لصافي النقد الاجنبي، هو يشوف وقارنها مع المشروعات، مع المشروعات الاخرى. لو الشيء يقيس بعنصر اخر اللي هو يعني العمال اجمالي القيمه الحاليه لصافي العمل النقدي، يعني دور العمال المهرة، بقول انه اجمالي باقي باجمالي القيمه الحاليه لصافي العمل النقدي لأداء للرواتب والاجور، للرواتب والاجور صافي ولا الرواتب كذا؟ الرواتب والاجور ايش بصافي؟ هذا ما يعني الرواتب والاجور فقط للعماله، للعماله الماهره. انا بشوف يعني من هي العماله الماهره؟ يعني اللي هي دائما تكون العماله الفنيه، يعني عماله
عن الانتاج. انا من هنا بشوف كم اللي اسمه كم يعني القيمه الحاليه لراتب الاجور لهذه النوعيه من العمال خلال العمر الافتراضي، واجيب هذا المقام عشان اشوف ايش بيتحقق من صافي قيمه، يعني من قيمه حاليه لصافي القيمه المضافه لكل وحده، يعني لكل وحده من راتب الاجور المنفقه على العمال الماهره. وكلما طبعا يعني ارتفع مقارنه بالمشروعات الاخرى كلما دل على ان المشروع ان الكفاءه النسبيه لهذا المشروع اعلى من الكفاءه النسبيه للمشروعات الاخرى. هذا تكون بسمعتكم مثال كتاب طبعا. طيب